إلى الرأي العام العالمي بعد أن تدخلت تركيا في الثورة السورية بكافة أركانها وحولت مسار الثورة السورية من ثورة سلمية إلى ثورة مسلحة لخدمة أجندات الدولة التركية في سوريا والشرق الأوسط والعالم، واستغلت التناقضات الدولية بين الاتحاد الروسي وأمريكا، واحتلت أجزاء كبيرة من الأراضي السورية، وكانت عفرين ضحية تلك التناقضات، وبعد تشريد وتهجير أهالي عفرين قصرا إلى مناطق الشهباء، ومنذ 4 سنوات والقصف الهمجي والعشوائي على مهاجري عفرين وأهالي المنطقة لم تتوقف. ولم تكتفي تركيا ومرتزقتها بهذا القصف، حتى بدأت بالتهديد والوعيد باحتلال مناطق الشهباء لتقترب رويدا رويدا من احتلال مدينة حلب وارتكاب مجازر بحق المهجرين وأهالي مدينتين نبل والزهراء. وإننا كحركة المجتمع الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني في مناطق الشهباء ندعو جميع الشعب السوري وبكافة مكوناتها للوقوف صفا واحدا ضد المشروع الأخواني الذي يهدف إلى إعادة الميثاق الملي والمجد العثماني القديم. ونحن كحركة المجتمع الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني في شهباء نناشد الحكومة السورية وكافة المنظمات الدولية والحقوقية ومجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة والدول الضامنة التدخل الفوري لردع تركيا عن ارتكاب المزيد من المجازر بحق الشعب السوري وتهجير أهالي المناطق المستهدفة لتعميق الأزمة السورية، وهو الهدف الأساسي للدولة التركية. تحيا ثورة الشعوب، الخزي والعار للاحتلال التركي، تحيا مقاومة العصر. شهباء 7/7/2022. بيجي برخودانا عفرينة، بيجي برخودانا عفرينة.